اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اختم بالصالحات الباقيات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. إلهنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فأصلح حالنا وارحم ضعفنا، وقو إيماننا، ووفقنا لما تحبه وترضى. اللهم ارفع عنا وعن العالمين الوباء، واشف المصابين بهذا الداء. يا من بيده الشفاء، يا رب الأرض والسماء، أبدل حالنا إلى خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الأمر لما تحب وترضى، وبارك فيهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم من مات من المسلمين، اللهم ارحم جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك، وألحقنا بهم مسلمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.